السلام عليكم ابنياتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي احسن الاحوال، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله، راتم عزاز على التشجيعات ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينة، ونتمنى تشجعوني تزيدوا اللي تفرجت في الفيديو تدير لايك وتبارطاجي ليا القناة ديالي. الله يحفظكم، الله يخليكم ليا بنياتي، ونتمنى لكم ان شاء الله السعادة في حياة كل واحد. الله يرحم جميع المسلمين، الله يرحم الوالد، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي. واللي عنده والديه حيين يتهلا فيهم، يتهلا في والديه، راه الرضا من الوالدين وكل شيء من الوالدين. اي حاجة تيسرت لك راه من الوالدين ديالك. والله يحفظ لينا الميمة العزيزة علينا يا ربي، العزيزة وغالية. وأي واحد الله يخلي ليه الوالدين ديالو يا ربي. الله يجعل ربي يسر البنيات كاملين في اللي تمنى، وليداتنا داخل الوطن وخارج الوطن، وتبارك الله عليهم والله يحفظهم ليا. واليوم غنحضر معاكم واحد الحلوة اللي بسيطة وفي نفس الوقت كتوجد دغيا ديال دواز اتاي. وخليكم معايا بنياتي ان شاء الله مع المقادير. دابا انا موجده القصريه، بسم الله على بركه الله. نديرو رشيشه ديال الملح هي الاولى، ديرو كاس ديال السكر خشن، كاس العنبه، ديرو كاس تاع الزيت تا هو العبار، كاس العلبه، ديرو خميشات الباني، صاصية ديال الباني، ديرو واحد ثلاثة البيضات، خلطوا البيض مع السكر والزيت، صفوا مزيان حتى نحيدوا داك السكر، نخليه يذوبوا ليدينا. لي ورا كتجي دواز اتاي، كتجي زوينة ورائعة. ديرو شي حاجة لي بسيطة لي دغيا توجد معانا. عندي كاس ديال الزنجلان فايت حمرتو، دابا مغاديش نقطع معاكم ان شاء الله لي تا نوريكم المراحل كلها. دابا غادي ندوزو الدقيق، فورص، دقيق على حساب الخليط، خاصها تكون شوية قاصحة ماشي رطبة بزاف. هانتي غادي نحكوها في الحكاكة. هاد الحلوة هاد الحليوة راه ديال زمان. إيوا خليكم معايا بنياتي تنجمعو العجينة ونرجع معاكم. هانتوما البنيات ديالي دابا ملي دابا كملتها، دابا غادي ندوز. أنا بديت باش نبدا نحك فيها. هانتوما بنياتي، هاو نجمعو، غادي نجمعو بها بحال هكا، كنجمعو دوك الكويرات. حكو البنيات ديالي، حكو ما ديروش شي على شي، حكو بعدا ومن ملي تحكو بعدا كل فين ما تبغوا تضربوا بحال هكا بيديكم بعدا من هذيك البلاصه اللي حكيتو فيها في الاول.
باش ما تشاركش ليكم العجينه، تولي تبغوا تصايبوا بحال هكا دوك الكويرات ما يتجمعوش ليكم. هانت خاصها تكون بحال هكا. ها غادي بحال هكا. حاولوا ديرهم صغار ما تكبروهمش. متفوتوش فيهم الطياب، خاصهم يجيو صفرين. هانتوما البنيات ديالي، هذه هي الحلوه ديالي، هي طابت. البنيات ديالي هذه راه ضوبلت المقادير، المقادير ضوبلت، وراه بحال 6 البيضات وجوج كيسان الزيت وجوج السنيده وضوبلت المقادير. هذه هي الحلوه ديالي، وباقا مازال غنصايبها حيت غتجي بحال هكا الشكل ديال القرقاعه. خليكم معايا ان شاء الله لتالتالي. دابا البنيات ديالي ملي ساليت من هذيك الحلوه ديال الحكاكه، دابا غادي ندوز الحلوه ديال البابا، هذا البسكوي ديال دواز اتاي. دابا نحيدو ونديرو الزبده، دابت مع الفران. عندي ربعه ديال الزبده، وعندي كاس ديال الكوك، هذا راه الجلجلان اللي في الكاس، هذا راه الجلجلان. عندي كاس ديال السكر خاشين. دابا غادي نخدمو هاد الزبدة مزيان مع الكوك ومع السكر خاشين. دابا غنضيف عليها الزيت، كاس فينا دول كاس العلبة. خدمو هاد الزبدة مزيان، قد ما خدمناها قد ما الحلوة ديالنا كتجي مزيان. ندير لكم شي حاجه اللي بسيطه ديال دواز اتاي وسهله. انا دابا حيدت هذاك سميتها، وانا دابا هذيك الحلوه الحكاكه، ودابا غادي ندير معاكم دابا عندي جوج بيضات.
دابا غادي ندير خنيشة ديال الفاني، عندي جوج طاشيات وعندي خمارة. غنحصلو عليها الشكل ولي كريمي. دابا غادي ندوز نخوي الطحين بشوي بشوي. دابا غندوز نخوي الطحين ورص كون ديال الحلويات، نوعية تكون جيدة. نزيدوها واحد شوية قريبا شي كاس. دابا البنية ديالي كندير هاد الطاء اللي كيتباع ديال 5 دراهم، ولي كنصايب بيه حسن من هاديك المطبع ديال الطاطا. دابا غندير هاد المراشم هذا ديال الدمعة، وغندير هاد
كتاب صرحو جينا ديالكم هذا ديرو هاك من الفوق دابا غادي ندخل الطاوة ديالنا الفران خليكم معايا دابا انا كنصايب البنيات ديالي عفوا هانتوما كندير هاد المرشم ديرهم فص السكر الخشن كنديرو باش ما تلصقش لينا هانتو البنيات ديالي دابا غادي ندخلهم للفرن خليكم معايا جينا وحده نخرجوا منها الشكيلات هاد المرشم راه فيه جوج شكيلات ديال الشهدة دابا بنياتي ملي كمل دابا كندوز ندير لها الشوكولاط وندير هاد الحجيرات ديال الحبيبة ديال الشوكولاط نزوقوها عجينة وحدة بنياتي نخرجو منها ثلاثة تشكيلات ولا ربعة عجينة عادية هاد البيسكوي ديال شريب اتاي جالي ساهلة واقتصادية ما فيهش لك الفلوس بزاف مهم ما نخلوش وليداتنا بلاش ضروري نهار العيد ولا جعدنا شي حد ولا دابا غندوزو باش نلصقو هاد الحلوة ديال الحكاكة ولا القرقاعة تخلو الشوكولاتة يبرد شوية باش يلصق ليكم
البنيات ديالي ندوزو لهذه. يرش الشوكولاط لكم هاي بنياتي بلا ما نطول لكم فيه. ها انتم البنيات ديالي، هذه هي الحليوه ديالي، هذه الحليوه ديال القرقاعه. انتم نتمنى ان شاء الله تعجبكم بالمقيطعات وبسميتها، راه تخرجوا شكيلات زوينين. وهذه هي القرقاعه ديالي، هي هذه اللي صايبت. ها انتم كيفاش جات، جات رائعه. ها انتم يا الله البنيات ديالي تبارك الله عليكم، والله يحفظكم ليا، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم والكومنتيرات واللايكات، وبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وتبارك الله عليكم، وفيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم، الله يحفظكم ليا.